خلينا نروح لخالد رزق مرة تانية مع عبد الغني محمد لاعب منتخبنا الأولمبي، ونرجع لحضراتكم تاني. من جديد زميل عزيز يحيى حمزه، بعد انتهاء مباراه منتخبنا المصري الاولمبي مع منتخب الجابون وفوز المنتخب المصري بثلاث اهداف مقابل لا شيء، خلينا نرحب بيه عبد الغني واحد من نجوم المنتخب الاولمبي، ويعني كابتن الفريق بقى الثاني في المباراه بعد او الثالث بعد ابراهيم عادل. وايضا يعني اتكلمنا عن المباراه النهارده، شفت اجواءها ازاي، وفوز النهارده اكيد معنويات بتعلى اكتر مع المنتخب الاولمبي، والطموحات دايما بتتجدد يعني وصولا لشهر ثلاثه هيكون مباراه صعبه جدا امام زامبيا. والله طبعا اول حاجه بحمد ربنا على المكسب النهارده. طبعا زي ما انت عارف اي مكسب في الفتره اللي احنا فيها دي هيدينا دفعه. احنا كلنا عندنا حلم كبير ان احنا هدفنا ان شاء الله نلعب اولمبياد، فبنستعد وان شاء الله بنحاول نعمل كل حاجه، لان انت زي ما انت عارف ان احنا لما نسيب انطباع كويس قبل الماتش بتاع شهر 3 وان احنا ان شاء الله نصعد افريقيا، فدي هتدينا دفعه ان احنا محتاجين ثقه كل الناس اللي بتتابع والجمهور طبعا. فبنحمد ربنا النهارده تجربه كويسه استفدنا منها، وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. اعتقد النهارده ماتش الجابون يعني ماتش هو مباراه وديه اكيد، ولكن كانت في شكل رسمي جدا، كان لعب بعنف، كان في لعب قوي في الملعب، كان في يعني تكتيك كان محطوط من مستر ميكالي، شفت ده ازاي وكانت تعليماته ايه لكم في المباراه النهارده؟ اكيد طبعا كلكم شايفين اللعب عامل ازاي، يعني كل الماتشات الوديه ما فيش ماتش ودي، كله عايز يكسب، كله عايز يثبت نفسه، احنا اكيد برده كل واحد عايز يثبت نفسه، فطبعا احنا نازلين بنجرب الشغل اللي احنا عايزينه، هنشوف ايه اللي ينفع ايه اللي ما ينفعش، بنجرب بنحاول، فالحمد لله تجربه كويسه استفدنا منها، كسبنا ثلاثه برضو، حاولنا على جون كتير ما دخلش فينا جوان، فكل دي ايجابيات احنا بناخد بيها ثقه وبناخد بيها دفعه، فاعتقد النهارده في ايجابيات كتير جدا، بس طبعا احنا هنبص برضو للجزء السلبي حتى واحنا كسبانين بحيث ان احنا نتعلم من اخطائنا برضو. تعليمات مستر ميكال ليكو ايه بعد هذه المباراه؟ خلاص النهارده بينتهي المعسكر اللي كان مدته تقريبا اسبوع، وصولا ليه بقى شهر ثلاثه والمعسكر القادم هيكون التعليمات ليكو ايه؟ هو زي ما انت شايف النهارده يعتبر اخر تجربه قبل الماتش اللي جاي في شهر ثلاثه، فاحنا يعني الحمد لله احنا لسه ما عندناش مع بعض، بس اكيد هنشتغل على السلبيات قبل ما نشوف الايجابيات بتاعتنا، فزي ما انت شايف الحمد لله الشغل بتاعنا في المعسكرات اللي فاتت كلها بيترجم النهارده في الملعب، فالحمد لله يعني اتمنى من ربنا ان احنا نفضل على نفس الخطوه اللي احنا ماشيين عليها، يعني ربنا يكرم ان شاء الله. مشروع جدا ومبروك الفوز النهارده. ربنا يخليك، الله يبارك فيك. يعني يحيى ده كان لقاء يعني مع عبد الغني، نعود اليك مره فلوسيه، اتفضل. كل الشكر للزميل العزيز خالد رزق، وشكر موصول لعبد الغني محمد واحد من نجوم منتخبنا الاولمبي.